ما خدش راحه ودي اشترك معانا كانت من راحه زي لعيبه العجيله ودي شارك على طول فلعيب جاهز لعيب مميز انا ليه ما استفادش منه يعني طبعا لعيب جاهز يعني لعيب مؤسس معايا ما استفادش منه ليه والحمد لله النهارده تغيير كان اعتقد يعني كان جاي ولعيب لعب وجاب جول يعني اعتقد يعني بدايه فيها ثقه كبيره جدا جدا للعيب احنا استفدنا منه مش هو احنا استفدنا من التجربه دي مهمه جدا يمكن وليد تدرب معانا كان مناسب اشترك معانا بقى فتره موجود مره المباراه